تقرير بريطاني يصف أحمد بن يوسف الزواوي بأنه شارب للخمر، عاق لوالديه، معروف بأخلاقه السيئة. يستغرب الإنسان العماني والإنسان الخليجي عموما حينما يتكلم تقرير عن هذا الرجل الوجيه ويصفه بهذه الأوصاف اللاذعة، لكن من يعرف حقيقة الأمر يعرف أن هذا التقرير إنما كتب بنفس عنصري حاقد. فالوجيه أحمد بن يوسف الزواوي رحمه الله تعالى كان من خاصة العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، كان محبا له ويراسله وبينهما مراسلات وفتاوى واستفتاءات. فهذا التقرير البريطاني إنما كتب بنفس حاقد على رجل لا يريد للوجود البريطاني في دولنا العربية والإسلامية، لأن نعرف توجه محمد رشيد رضا وأحمد بن يوسف الزواوي كان ضد الوجود الإنجليزي في المنطقة. إذن هذا التقرير لا يؤخذ على عواهنه، فليس كل ما يكتب في التقارير البريطانية يؤخذ. خذوا على سبيل المثال حتى في التقارير العثمانية، راشد بن مقارح أو مقارح وهو من آل بحيح من آل مرة، وفرج بن حليمان من المناصير، وهذان الرجلان رحمهم الله تعالى كانا يعدان من فرسان الجزيرة العربية وأهل النخوة والفزعة والطيبة وحسن السيرة. لكن عندي تقرير عثماني عنهما يصفهما بأنهما قطاع طرق وأنهم لصوص. هذا التقرير لا يمكن لي أن أنشره في وسائل التواصل وأقول انظروا إلى هذين الرجلين كانا معروفين بقطع الطريق والتلصص وغيره. حقيقة الأمر كان هناك مشكلة جرت بين هذين الرجلين وقبيلتهما مع الدولة العثمانية، ونعرف الوجود التركي في آخره في الجزيرة العربية لم يكن محمود السيرة في الجزيرة العربية على وجه الخصوص، ولذلك كتب عنهما هذا التقرير. ثم ليس على كل حال يؤخذ حتى ولو كان هناك بينهما وئام. أعطيكم لذلك أيضا مثالا، حادثة مقتل الشيخ محمد الصباح والشيخ جراح الصباح رحمهم الله تعالى، حاكم الكويت ونائبه، حادثة هزت أرجاء الكويت. من القاتل؟ هل القاتل هو الشيخ مبارك الصباح رحمه الله أم وهو شقيقهما، أو القاتل هو الشيخ يوسف إبراهيم رحمه الله ولبينهما مصاهرة؟ هناك تقارير عثمانية متضاربة تشعر فعلا أن كل واحد منهما كان يكتب إلى صاحبه من المسؤولين العثمانيين الأتراك حتى يرسل للدولة العثمانية ويخبرها أنني لست أنا القاتل وإنما القاتل الطرف الآخر. وإن كان الكل يعلم بأن الشيخ مبارك الصباح هو الذي قتل أخاهما، قتل أخويه لمشكلة نعرفها جميعا. فلا يمكن أن نأخذ ما يجري في الوثائق العثمانية والبريطانية على كل حال. لا بد أن يكون عند الإنسان وعي وإدراك لحقيقة ما يكتب، وأن يعرف متعلقات كل وثائق.